نعم. الركن الخامس الإيمان باليوم الآخر. ما معنى هذا؟ كيف نؤمن باليوم الآخر؟ نعم. نؤمن بكل ما يكون بعد الموت. هذا الإيمان باليوم الآخر. الإيمان بكل ما يكون بعد الموت. ماذا يكون بعد الموت؟ خروج الروح، روح موتى، قبض الملائكة لها، ملائكة صعودا بها للسماء، ودى سماء يزوات وطعا، تفتح أو تغلق لها باب السماء، يا سماء بر ويكفتها ويزقى لها، ثم عودتهم بها إلى الجسد. دقنا ودع أكالوات ملسان. سؤال الملكين عن الأصول الثلاثة، من ربك وما دينك ومن نبيك عليه الصلاة والسلام. ما تيات وش تيات لوك صوت تيات وش كفتاري كهيمانوت كرسول. نعيم القبر يا قبر صدع. عذاب القبر يا قبر قطعت. البعث بعد الموت كموت بوهالا مكسك. الجزاء دقنا وادع المدنية. السراط دقنا شراط من قبل. حوض النبي صلى الله عليه وسلم يا نبيات شن حوض. كل ما يكون بعد الموت هو من الإيمان باليوم الآخر. كمات بوهلا يمتقن يهولا باقي عماك بعد ما ترشاك انكما من يكاتتان.